أقر مجلس الوزراء السعودي صرف مبلغ نصف مليون ريال لذوي كل المتوفين بكورونا العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص في السعودية من سعوديين ومقيمين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس عشية الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل لترسيم حدودهما البحرية إن في لبنان أصواتا إيجابية تتحدث عن سلام مع إسرائيل.